تفضلوا استريح. قدس البابا، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعيد سعيد وسنة ان شاء الله سعيدة علينا كلنا. كل سنة وانتم طيبين، ليكوا كلكم، لكل الناس، لكل المصريين، لكل العالم. كل عام وعام سعيد وعيد سعيد، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى، نتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعوه ان يخلي العام ده نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله تقريبا من 2020، ويعني الظروف صعبة والأزمات صعبة، ونتمنى حتى الأزمة الكبيرة اللي احنا بنعيشها دلوقتي في منطقتنا. انا مش عايز اتكلم في مشاكل ولا حاجة، ده عيد واحنا جايين عشان نشارككم فرحتكم ونهنيكم ونتمنى لكم كل خير. فلكن على كل حال يعني ان شاء الله ان السنة دي تبقى سنة سعيدة علينا كلنا، ونتجاوز فيها بفضل الله سبحانه وتعالى الأزمات الكبيرة اللي موجودة، ونتمنى من الله انها ما تزيدش اكتر من كده وما تستمرش اكتر من كده. يعني اكتر أزمة احنا بنعيشها كلنا ومتأثرين بيها كلنا اتصور هي اللي بيحصل في قطاع غزة والضفة الغربية، واحنا في مصر لينا موقف محترم ان شاء الله. بنسعى الى ان احنا يعني على الاقل يبقى في وقف اطلاق النار وادخال المساعدات عشان نخفف عن اشقائنا واهلنا في غزة، ثم بعد كده يعني يبقى في حل للقضية اللي هي بتتجدد كل كام سنة وتألمنا كلنا. مش هطول عليكم، كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام وكل المحبة لكم جميعا، وتحياتي وتحياتي لقداسة البابا، وتحياتي واحترامي لقداسة البابا اللي أنا بأكن ليه كل احترام وكل تقدير والله. وطبعا المحبة دي نجمة عن مواقف ما يعملهاش إلا رجال، مواقف ما يعملهاش إلا رجال. رجال مخلصين بيحبوا بلدهم ومؤمنين بيها وحريصين عليها. فعشان كده أنا عشت الكلام ده، أنا عشت الكلام ده عمليا مع قداسة البابا. تقديري ليك يا قداسة البابا، ربنا يديك الصحة، وبشكرك جدا جدا على اللي فات وعلى اللي جاي. مرة تانية مش عايز أطول عليكم عشان كل سنة وأنتم طيبين. آخر حاجة هقولها لكم، آخر حاجة هقولها لكم، أي أزمة وأي مشاكل وأي ظروف صعبة بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، طول ما احنا حاضر طول ما احنا مع بعض، طول ما احنا مع بعض الأمور بفضل الله هتعدي والظروف الصعبة هتنتهي. المهم تفضل بلدنا بخير وشعبها يفضل بخير، المهم بلدنا بخير وشعبها بخير. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين.